وكثير من علماء السوء في العالم يقودون الأمة إلى هاوية الشرك والضلال، ويدافعون عن القبور، ويحاربون التوحيد وإلى آخره. وقد يخلط هذا بين السياسة المنحرفة وبين العقائد الضالة من تعطيل صفات الله تبارك وتعالى، ومن اتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى. والله في بعض البلدان مفتين كبار يدعون إلى بناء المساجد على القبور، ولا يحرمون الاستغاثة، بل يحاربون من يحرم الاستغاثة والاستنجاد بالأولياء. فالأمة في غاية الذل والهوان، ولا ينقذها من الضلال والذل والهوان الذي نزل بها إلا أن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه، وتسير في العقيدة على منهج الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فإن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، كلهم في التوحيد والشيء واحد، لا يختلفوا، يختلفوا في بعض التشريعات في الحلال حرام أشكال ذلك. فالقرآن مليء بالتوحيد، والسنة مليئة بالتوحيد، القرآن مليء بالتوحيد ومحاربة الشرك وكل مظاهره، والسنة مليئة بالتوحيد ومحاربة الشرك بكل مظاهره وأشكاله. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بارك الله فيكم. نحن لا نكفر هؤلاء الضالين، لكنهم ضالون وأهلكوا الأمة، لا نكفرهم إلا بعد أن تقام الحجة. ما هم عليه من دعاء غير الله من أقبح ألوان الشرك والدفع لغير الله والاستغاثة بغير الله، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، أنهم يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. اذهب إلى الدعوات الأخرى غير السلفية كلها كلها، خاصة الدعوات القائمة الآن وتنتشر على المسلمين، مثل دعوة الإخوان المسلمين ودعوة جماعة التبليغ. هل تراهم يحاربون هذه الشركيات؟ لا والله، بل يدافعون عن الشركيات هذه، ويتولون أهل هذه الشركيات ويدافع عنهم. كيف؟ لأن دعوة سياسية، قصد يجمع الناس ويصل الكرسي. الإسلام، الإسلام، ما هو الإسلام؟ لا محاربة قبور، ولا دعوة أتباع الأنبياء، ولا 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 ولا، بارك الله فيه، دعوة إلى الكراسي، لا حاكم إلى الله وما شاكل ذلك، وإلى أذكار وهمهمة فيها شركيات وخرافات وبدع، فيها حلول، فيها وحدة وجود، فيها فيها فيها. هذه ليست منكرات عند هؤلاء ولا تستحق الحرب، بل يرون الدعوة السلفية إنها تفرق المسلمين. ها؟ تفرق المسلمين، يعني هم جماعة على الشرك والضلال، تدعو مجموعة منهم تأخذ بالتوحيد ومجموعة تبقى على شركها، انت فرقت بينهم. ما شاء الله، هذا تفريق الأنبياء. فإذا هم فريقان يختصمون، جاء صالح يدعو قومه إلى التوحيد، قوم آمنوا به وقوم كفروا به، قال الله حكاية عن هذا الواقع. فإذا هم فريقان يختصمون، ومحمد فرق بين الناس، بين أهل التوحيد وأهل الشرك. فهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من جهلهم وضلالهم يشوهون الدعوة السلفية ويعتبرونها تفرق المسلمين، يعني نجمعهم على الشرك والضلال. ماذا استفادوا؟ اليهود تطأ بأقدامها على رؤوسهم، أذل الأمم، الفنادق، المجوس، مختلف أنواع المشركين يذلون المسلمين في كل مكان. ما السبب في هذا؟ السبب أنه تركوا منهج الأنبياء، تركوا دعوة الأنبياء، لم يستفيدوا من القرآن في من آيات الصادعة بالتوحيد والصادعة بالتحذير عن الشرك والوعيد الشديد لأهله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، ومن يشرك بالله
فكأنما خر من السماء فتهوي به الريح أو تخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. كيف تسمع هذه الآيات العظيمة الصادعة بحرب الشرك ومآل من يشركون ثم تقع في الشرك وتقول أني مسلم وتنتظر العزة والنصر من الله؟ والله ما يزيدك الله إلا ذلا وخوانا.